إذن هذا هو شكل وصورة من صور الصمود الفلسطيني أينما كان. ماذا عن التوسع الاستيطاني في القدس وحول القدس وفي أيضا الضفة الغربية؟ وماذا عن دور المؤسسات الفلسطينية في رصد هذه التوسعات والانتهاكات ودورها في رصد استنزاف الاحتلال لهذه الأرض وما عليها؟ أرحب بضيفي مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية القدس السيد جاد إسحاق. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني ما شاهدناه الآن دعنا نعقب عليه بالصورة، أنه مشروع عظيم جدا، يعني يرصد ويعطي صورة واضحة جدا للضفة الغربية وللقدس وللجدار وللبؤر الاستيطانية الاستعمارية الموجودة، يعني كمشروع عظيم جدا توعوي وثقافي وأيضا توثيقي مهم جدا على الجميع مشاهدته. حدثنا عن هذا المشروع اللي شاهدناه الآن. ما حاولنا إظهاره في هذا الشريط هو كيف تخطط إسرائيل لوضع المناطق الفلسطينية في شبه معازل، بحيث تكون الضفة الغربية مقسمة إلى عدد من المعازل من خلال هذا الجدار، بينما تكون إسرائيل مع ما تم قضمه من أراضي الضفة الغربية جزء من دولة إسرائيل،
أي أنهم يخططون لتحويلنا إلى مناطق هامشية لا يمكن أن تسمى في المستقبل أو تصبح دولة ذات سيادة حقيقية أو قابلة للحياة. هذا المخطط تسارع به إسرائيل، تسابق الزمن حاليا من خلال تكثيف عملية الاستيطان والبؤر الاستيطانية والجدار وغير آبها بكل القرارات الدولية، مستغلة الأوضاع الدولية وغياب أي توجه لوقفها ولا ردعها. وأخشى ما أخشى أن تكون الضفة الغربية حاليا تتعرض إلى عملية أسرلة بالضبط كما حدث في القدس. نعم، يعني منذ أنابوليس وحتى الآن التوسع الاستيطاني بتزايد وبشكل كبير يعني وبشكل مخيف جدا. ضعنا في صورة الوضع منذ أنابوليس حتى الآن. منذ أنابوليس وحتى أول 1/1/2009 إسرائيل أصدرت عطاءات لبناء حوالي 41,000 وحدة سكنية، يعني من المتوقع بعد الانتهاء منها أن يزداد عدد المستوطنين بحوالي 180,000 مستوطن في الضفة الغربية. من هذه 41,000 هناك 32,000 وحدة في القدس و 9,000 وحدة في بقية محافظات الوطن. وقبل انتقال حكومة أولمرت ونقل وتسلم نتنياهو خرجت علينا هذه الحكومة السابقة بمخططات لعام 2009 والتي تقول أنه سيتم إضافة 73,300 وحدة سكنية إضافية خلال عام 2009. هذه يعني 300,000 مستوطن سيضافوا خلال هذا العام. هذا يظهر لك مدى حجم الأسرى التي تتم بالنسبة للضفة والقدس. انعكاسات ذلك، الانعكاسات الديموغرافية، يعني ما يجري على الأرض خطير جدا، ليس فقط هو تهويد للأماكن يعني كما تفضلت هي أسرى بل ترتير عرقي أيضا. ما هي الانعكاسات خاصة ناحية الديموغرافية على أهلنا في القدس المحتلة بالذات إذا أردنا الحديث؟ إسرائيل تقوم باستخدام أسلوب تغيير الحدود والتعامل مع الحدود بشكل غير ثابت، ومن خلال هذه العملية تقوم بإزالة عدد من الفلسطينيين من القدس، بالمقابل هي تضيف مناطق يهودية. فعلى سبيل المثال، مساحة القدس كما كانت معرفة عام 47 كمدينة بشقيها الشرقي والغربي 19 كيلومتر مربع. في عام 1967 قامت إسرائيل بضم القدس وخلقت حدود جديدة سمتها حدود بلدية القدس. نعم. لا يعترف بها أحد إلا إسرائيل. أصبح مساحة بلدية القدس هذه 112 كيلومتر مربع. أخذ من محافظة بيت لحم لوحدها 18,500 دنم وضمت إلى ما يسمى بحدود مدينة القدس.